arrière-plan. Arrière-plan. سي عبد الله القمودي، شكرا لك على تلبية الدعوة. بخير وصباح خير لكافة السادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة. خويا العزيز، ربي بعدكم على التوانسة الكل، لأنكم قاعدين تقوموا بخدمة جبارة في المراقبة في الأداءات، والأرقام اللي عندي وتابعتها على مستوى بعض الإدارات متاع اللاجبية، كما الإدارة العامة للمؤسسات الكبرى متاع اللاجبية، فوتر واف وكات تقريبا، حتى فؤاديس المداخيل اللاجبية اللي قاعدين تجيبوا فيها أنتم كمراقبين جبائيين. لكن نتفاجأ وقت تقول لي فما وقفات احتجاجية وفما غضب في صفوفكم، شنو هي الحكاية عبد الله خويا؟ لا، هو بكل بساطة ثم ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، هي معناها ثم دعوات لدى المصالح الأمنية والقضائية لمجموعة كبيرة من الزملاء في مختلف جهات الجمهورية بالرمزية في الفترة الأخيرة، لأن شيء زاد على حده. تم حتى إيقاف بعض الزملاء في الفترة الأخيرة على خلفية أدائهم لمهامهم. الإشكال الكبير، احنا راهو ما عندناش مشكلة مع الجهات الأمنية والقضائية، وما ثم حتى واحد على رسولي الكاتب العام لجامعة التخطيط والمالية تابع الاتحاد العام التونسي للشغل، هيت نوضح على خلفية شنو هذية، على خلفية قضايا شكون يرفعها، خل نفهم مساع باش يعرفوا سادة المستمعين والمشاهدين. هي الوضعية متشعبة، منها ما هو جاي على خلفية وشايات، ومنها ما خايف، معناها متنوعة. الإشكال مش لهنا، الإشكال نحن احنا مع وزارة المالية، اللي من المفروض قبل ما تحال الملفات هذه الجهات القضائية والأمنية كان عليها تفعيل أجهزتها الرقابية، وعنا رو أجهزة رقابية من الطراز الرفيع. الأجهزة الرقابية هذه كان بإمكانها هي تتحرى في الملفات باعتبار تشعب المادة الجبائية، باعتبار أن طبيعة المهام الموكولة عندنا هي مهام فنية وتقنية، مش من الممكن لأي واحد أنه يستوعبها ويفهمها، باعتبار أن المادة الجبائية مش علم صحيح، فيها في جانب منه تعتمد القرائن الفعلية والقانونية، وفي جانب منها كبير هو مبني على الاجتهاد وتشعب الإجراءات، هذا ما تخليش أي واحد قادر يفهم. احنا كان لنا معنا لقاءات متعدده قبل مع وزاره الماليه، ولعل اخرها في المساله هذه بالذات على خلفيه ايقاف مجموعه من الزملاء في جهه المسير وسوسه، كانت عندنا جلسه مع السيده وزيره الماليه نهار 19 نوفمبر 2021، وفي بالي المساله هذه حليناها باعتبار ان تنسق وزارتنا مع الجهات الامنيه والقضائيه قبل ما تتحال الملفات هذه، يتم البحث فيها من قبل الاجهزه الرقابيه باش النجم نفصل بين الخطأ الوظيفي وبين الخطأ الشخصي والقصدي، بعدين تتم الإحالة. لكن للأسف اليوم كل مرة مجموعة من الزملاء، قداش المجموعة حسب التقريب، قداش العدد متاع الزملاء متاعكم اللي وقع بحثهم ولا إيقافهم إلى حد الآن؟ والله 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 معناها صدقني القول، نظرا للتعدد وروم الجمهورية كاملة سواء في قطاع الجبية أو في الاستخلاص، عدد كبير اليوم في علاش نحن بالرمزيه قمنا من خلال البيان بدعوه زملائنا في اداره المؤسسات الكبرى. عندنا توا مثلا خمسه منهم زوز موقوفين، معناها زاد عندنا في بعض المؤسسات الاخرين، القضيه ماهيش مربوطه كان باداره المؤسسات الكبرى، بمختلف زملائنا في كل بلايص. عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، هل صحيح اللي قلته أنا أنه أنتم ضعفتم المداخيل الجبائية من خلال المراقبة الجبائية، أنتم جماعة الفيسك، هل هذا صحيح ولا لا؟ جماعة التارة، جماعة المراقبة. شوف. أنا مانيش باش نحكي السلك هذا، أنا نقول لك الأرقام وحدها تشهد. أعطينا الأرقام. باش نعطيك الأرقام ثم أنا نأكده لك. تقريبا ثم التطور مضطرد كل عام قاعدين نقدموا معناها، وقاعدين نعملوا في ارقام، معناها انا الحقيقه ما عنديش توا الارقام خاطر ما كنتش اي حسيت ضارب شيء. اثنين ضارب ثلاثه مقارنه مع السنوات الفارطه قديش رفعتوا؟ انا نعتقد اللي في بعض الاحيان حتى اكثر من اربع او خمسه مرات في بعض الادارات الجبائيه نتاعكم. عندنا في انا معنا في باب التدخل، نعطيك مثال صغير في الإدارة هذه اللي كنا نحكوا عليها، إدارة المؤسسات الكبرى
من 2015 من 2016 17 18 تقريبا الى حد ذاك يمكن فواديس كتقارن 2018 اي تدخلات من 2018 ل 2023 تلقى فواديس. فانا نعرف السيده وزيره الماليه الحاليه هي بنت الوزاره وبنت اداره العمل الجبايه معناها تعرف كل صغيره وكبيره المفروض للاسف للاسف ان بنت اداره الجبايه وتعرف وكانت بالضبط تحديدا كانت هي في وحده التشريع تعرف اش معناها الاجراءات وتعرف اش معناها تعقد الماده الجبايه وتعرف اش معناها راهو الماده هذه مش بالساهل ورغم نجموا يفهموها كانوا ولاد الجبايه كان عليها ان تفعل لجنه الرقابه اللي عندها قبل ما يحالوا الملفات هذا من القضاء وللجهات الأمنية يتم البت فيهم وتحديد المسؤوليات وبعد ذلك لأن راه تعرف الإشكال اللي صاير الهرسلة وضرب المعنويات للعوان بأي نفسية أو عندي سيدي زملاء اللي في جهة سوسة والمستير تم حفظ القضايا هذه والتهم اللي في شأنهم بنى نفسية باش يرجع يخدم زاد كيف غدوة زملائنا هذوما بنا نفسية وبنا معنويات باش يرجع يخدم أنا شنو هي صورته وصورة معناها عائلته قدام المجتمع قدام جيرانه قدام زملائه قدام المطالبين بالأداء راهي مسألة خطيرة ياسر. راهي عبد الله جمودي الكاتب العام لجمعية العامة للتخطيط والمالية أعطيني شنو هي طلباتكم مطالبكم؟ نحن طلبنا بسيط طلبنا بسيط كما قلت لك كان معناها على إدارة الجباية أنها أو على الأقل وزارة المالية أنها توفر الحد الأدنى من الضمانات القانونية لحماية الأعوان أثناء أدائهم لمهام. أولا عندنا نظام أساسي على الأقل فيه الحد الأدنى لا زال يروح مكانه في أدرج مكتب السيدة الوزيرة كان خرج على الأقل يوفر الحد الأدنى كيف أجهزة الرقابة على الأقل يا أخويا هذاك على الأقل ضمانة ثم معايير دولية. فهمت كونكم أنتم محتاجين على الوزارة مش على القضاء. لا شوف احنا باش نبدو واضحين كيفنا كيف مختلف القطاعات وكيف ونحن مواطنين ما ثم حتى واحد فوق المحاسبة إذا كان يثبت إدانته فقط احنا محتاجين على وزارتنا اللي من المفروض قبل ما تتعدى قبل ما تمشي الناس هذه تبحث المفروض تفعل لجنة الرقابة وتحدد المسؤوليات وهذا راهو شيء حكينا فيه قبل مع الوزارة ومتفهمته من قبل لكن لقد سمعت لو نداء حيا ولكن لا حياة لمن تنادي وزارتنا غير إن شاء الله نسمع بعضنا إن شاء الله يتحل هذا المشكل بسرعة المرجوة بيناتكم بينات الإدارة وبيناتكم بينات الوزارة ثم نشكر ونثمن مجهودكم أنتم من أجل أنه قاعدين تقاوموا في التهرب الجبائي ومداخيل كبيرة تحقوا فيها الدولة بالمداخيل الجبائية. شكرا لحضرتك عبد الله الجمودي الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية.